يلا نفطر يا ماما. داليا علي صهيون، عمري 29 سنة، زوجة وأم لثلاث أطفال. درست علاقات عامة وإعلان، اشتغلت في عدة وظائف غير ثابتة، وكنت أسعى دائماً للعمل الثابت ولكن لم يحالفني الحظ. طبعاً يعني كانت واجهتني أول إشي صعوبات كتير يعني، بس أنا يعني بطبيعتي أنا يعني كدالي أنا بنجز، يعني سواء إنه أنا كل شغلي بشتغله بإنجاز يعني بإتقانه إنجاز، فهذا الإشي برضه يعني في من جواتي. وغير هيك انه في إدارة للوقت، يعني في إشي اسمه انك انت تديري وقتك صح، وهذا الإشي هو اللي بخليك تنجز. يعني الإشي مش بكمل وقت، الإشي بإدارته. يعني انه انا ممكن اقعد ساعتين مع اولادي اعمل فيهم الاشياء اللي ام تاني ممكن تقعد فيها 10 ساعات ما تنجزوش، فكنت يعني دائما اكون يعني اخليهم يعني الدقيقة تكون مفيدة سواء لي او إلهم. توجهت للعمل الرياضي، كنت بالجيم أنا كإدارة، كانت تواجهني صعوبات. الصعوبات هاي هي غياب مثلاً أحد المدربات في هذا الوقت، كان يكونوا البنات موجودين، يكون في ظرف طارئ مثلاً، كيف أنا بدي أغطي هاي الحصة؟ هذا كان سبب رئيسي في أنه أنا أكون مدربة أو عندي خلفية يعني عن التدريب، عشان انه انا اقدر في هذا الوقت اكون يعني قادر انه اعطي كلاس كامل للمشتركات. كان اللي ساعدني على هيك وعلى سرعه التدريب هو زوجي الكابتن مهند صاحب الجيم، بدعم كامل منه كان هو يدربني، نخصص اوقات معينه وننزل على الجيم ويدربني في أوقات الجيم الفاضية أو بإجازة، سواء أيام الجمعة أو الثلاثة اللي هو بيكون فيها يعني فاضي كان يدربني طول الوقت. من بعدها برضو أخذت عدة دورات عشان أنا أكون يعني برضو قادرة يعني وأعرف إنه يعني المعلومات بشكل صحيح. حصلت على دورات عديدة، كان آخرها حصولي على مدرب معتمد للياقة البدنية من الاتحاد الفلسطيني، وبدأت بالجيم فعلياً أدرب المشتركات وأعطي حصص وأدرب على الأجهزة. وجدت نفسي لانه انا فعليا وانه انا صغيره انا بحب الرياضه، يعني انا بحب اركب بسكليت طول عمري، بحب العب كوره، بحب العب كاراتيه، كنت دائما يعني متوجهه للإشي هذا. فكان الإشي هذا بالنسبه بتابع كره قدم كمان، بحب يعني مجال الرياضه كله. انا كمان يعني غير انه زوجي لما تزوجت هيك اهلي كمان عائله رياضيه كلهم بحبوا الرياضه وهيك، فكان الإشي بالنسبه لي يعني ممتع وسهل واندمجت بكل سهولة. تكمن أهمية الرياضة للسيدات سواء كانت للشكل العام لإلها أو لحالتها النفسية، خصوصاً إحنا بمجتمع طول الوقت عنا الضغط النفسي يعني والظروف اللي بنمرق فيها ضغط، وخصوصاً بتكون على السيدة أكثر من الرجل. والوعي كمان حالياً من السيدات صار بشكل أكبر، يعني كان قبل في يعني في مخاوف، ما كانش في وعي
زي الفترة هاي. الفترة هاي في وعي كامل السيدة، سواء إنها تيجي على الجيم تلعب، حتى إنه كان في السيدات يخافوا يلعبوا رياضة أو يلعبوا حديد، يخافوا إن هم يطلع لهم عضل أو يصير يعني. بس صار في وعي كتير، صار في وعي كامل إنه لأ، الرجال إشي والسيدات إشي. يعمل المخ على إفراز هرمون الأندروفين، هرمون السعادة، يحسن المزاج للسيدات، يساعد على تخفيف الضغوط النفسية. احنا كمان في الجيم توجهنا لعمل دورات تفريغ نفسي كانت مجانية، وبلشنا فيها بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لأنه دخلنا في يعني الفكرة كانت من أنه من وقت ما رجعنا كان في عنا كتير سيدات تأثروا في الحرب، فكانت الفكرة تيجي من اجت من من الإشي اللي عنا اللي عايشناه من مشتركاتنا، وعملنا دورات والحمد لله كانت كتير مفيدة وكانت كتير رائعة يعني لجميع السيدات. الفترة الأخيرة زاد الإقبال بشكل كبير للسيدات، صار في وعي كتير. بتهيألي كمان إنه وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذا الوعي، كانت إلها سبب رئيسي في هيك. صارت أغلب الستات بدها يعني تضبط حالها، بدها تكون يعني إحنا حالياً السيدات اللي بيجوا عنا من مختلف الأعمار، من مختلف الفئات، من يعني فيش يعني سواء طالبات سواء أمهات سواء سنهم حتى إنه كبير، مش إنه بس يعني كان قبل بس للصبايا، كان قبل الجيم فكرته إنه أنا عندي فرح آخر الشهر فلازم أنا أضعف خلال أنا عندي أغلب المشتركات هلأ بالجيم هم مشتركات دائمات، يعني عندهم الجيم نظام حياة. زوجي كان دائماً وأبداً هو الداعم الأكبر لإلي، وهو اللي كان بيشجعني وبيحمسني ودائماً وراي وبظهري وعرابي بكل إشي سواء في الجيم أو في البيت. داليا كمدربة كانت في بداية تدريب إلها وبداية شغلها في الجيم كان شوية متعب، مع الممارسة مع علاقاتها مع البنات زادت نسبة البنات، إلها علاقات مع بنات كتير، دربت وعملت واشتغلت على حالها، تعبت على حالها، صار إلها اسم مع البنات في مجال التدريب. كزوجة قدرت توفق كتير بين الجيم وبين البيت، واجباتها قدام أولادها وقدامي وقدام البيت إنه بشكل عام كتير ممتازة وأنا فخور فيها. أنا كمدير الصالة، مدير الجيم، شفت أنه من الثلاث سنين اللي فاتوا الإقبال زاد بالنسبة للبنات بشكل كبير، زاد الوعي عند البنات بالنسبة للرياضة، فكرهم بالنسبة للرياضة تغير، زي ما ذكرت داليا فئات البنات، الفئات العمرية، في صبايا صغار، في بنات كبار، في ستات كبار في العمر، أعمار كبيرة، زاد الوعي عندهم إنهم يحسنوا من أدائهم الرياضي، يفرغوا طاقاتهم، يحسنوا من جسمهم. حلمي إنه يكون في جيم خاص للسيدات، يقدم كل يعني كل الوقت يكون خاص بس للسيدات، يقدم الأوقات المناسبة لهم، كل ست تكون
حابة تشترك تلاقي الوقت المناسب لإلها، لأنه فعلياً كتير سيدات بيكونوا حابين إنهم يلعبوا رياضة ويكونوا موجودين، بس ما الوقت ما بتوافق مع شغلهم أو بيتهم أو أولادهم، فبيكون في عرقلة يعني في هذا الموضوع.